فيجوز للمفتي أن يحلف على فتواه، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فحلف من غير أن يستحلف. وليس هذا في كل الأحوال، حتى لا يظن المستفتي بأن المفتي قد شك فيما يقول أو أنه غير مصدق فيما يقول، وإنما متى ما دعت الحاجة إلى الحلف فإن السنة أن يحلف.